السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة وايز دريم تيم. شباب راح تكون هذه حلقة بسيطة وسريعة، ما راح نطول فيها. راح أسحب السحبات على البانر الجديد، طبعا بعد ما تخلص الإيفنت الجديد حق الأحداث. خلنا أوريكم إياه علشان يعني تفهمون كيف جبت البطاقات هذه على السريع. عندكم تروحوا وضع القصة، بعدين تروحون للأحداث الجديدة، وفي طبعا حدث جديد له كم يوم طبعا، بس يعني يعتبر ان اخر حدث نزل اللي هو هذه معركة النجوم الكبار. اذا رحت للمباراة الايفنت نفسه، رحت للنقاط هنا، تروح للجوائز اللي تطلع لك. ممتاز. طبعا اللي سحب وحتى اللي ما سحب، في عندك فرصة انه يجيك لعيبة جديد. طبعا اللي يجيك حارس سيليناس واللي بعد شوي ان شاء الله بسحب عليه. خلنا نشوف. واضح ان شكل اللعبة علقت معي. نعم اللعبة علقت. ماذا حدثت لك؟ اوكي طيب. مكافآت التصنيف، ممتاز. خلنا مكافآت التصنيف، نروح مكافآت الانجازات. ممتاز. زي ما تشوفون اذا جبت مثلا 60,000 نقطة راح تجيك كات اس ار مضمون. اذا جبت 5000 نقطه راح يجيك خطه بي في 232 وزي كذا. فكل ما تلعب تجيب نقاط. انا عندي حاليا 69,000 نقطه في من الحدث هذا، وجبت تقريبا 6 كروت. هي اصلا ما بدك تجيب الا 6 كروت بس، لان زي ما تشوفون الباقي يعطينا كوره اس ار 10 كور، كوره اي اس ار يعطينا بعدين الاخ الظريف، بعدين كوره واحده، بعدين اس اس ار كوره، بس ما في اي كروت. فحاليا جبت تقريبا كل الكروت اللي اقدر اجيبها من الحدث هذا. طبعا الكروت هذه تضمن لك اس ار وفوق للبانر الجديد، اخر بانر. فللي ما للي سحب وما طلع له، او اللي حتى ما سحب، فعندك فرصه ان تجيك. انا عن نفسي اخر مره سحبت من الكروت هذه طلع لي اسبادس الحمد لله، وطلع لي واحد ثاني. فنقول ان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب يطلع لي سيرينس الحب بدال المرتشي اللي عندي. ولو طلع لي بيبي انا صراحه بيصير حسابي للبيع للبيع بريال واحد اذا طلع لي بيبي. اوكي طيب اسمعني، 6 كروت مو ما هي 7 كروت. ف نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله، عطنا سليناس. بسم الله الرحمن الرحيم سليناس. يلا يلا سحبه، ان شاء الله سحبه كويسه، سحبه كويسه باذن الله. يلا يلا بسم الله، سحبه كويسه لنرى ماذا ياتي لنا الان. يلا يلا كوي، اهم شيء مش بيبي، اهم شيء مش بيبي، تكفون خلاص قهرني ذاك اللاعب. طير واحد. السلام عليكم. ما في شيء. اوه اصبر. الله الله الله، منوره منوره. ايه خايسه، حمساني على الفاضي. ما في شيء روبرتو، ما في شيء، ما في شيء. حظي اللي في البنر هذا حظي صراحه جدا تعبان، بس ان شاء الله يطلع لي نتريزا. ودي نتريزا اللي هو حق الايفنت عشان يزيد نتريزا. لا ما طلع لي. ما عندي بطاقات، هذه سحبات الخايسه. يا الله يا الله، حمسوني بعدين ما حمسوني، بعدين حمسوني بعدين ما حمسوني. ما ادري ايش اسوي صراحه في الحياه. الوعد ان شاء الله باذن الله، الوعد في الدريم فيست، الوعد في الدريم فيست ان شاء الله بعد 6 ايام، يوم الاربعاء ان شاء الله. يوم الاربعاء ان شاء الله، ايش قاعد اقول انا؟ يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله بقولها، بس جمعت الكلمتين ورا بعض. الاربعاء الجاي باذن الله راح يكون فيه الحدث حق بث الحي حق كيلاب، راح يعلنون فيه اللاعب الجديد حق دريم فيست. راح ان شاء الله اسوي فيديو عن اللاعب هذا واشرح عنه باذن الله، وراح نتحمس له وراح نجمع كور له بعد بسرعه ان شاء الله. انا اتوقع راح اجمع يمكن 100 وشوي كوره الحدث باذن الله. ونشوفكم على خير ان شاء الله، بالتوفيق الجميع لسحبات هذه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يطلع لكم سلي الناس كلكم ان شاء الله يا رب. انا مستعد اني اضحي بكل كروتي اس اس ار ويجيكم انتم سلي الناس يعني، بس بصراحه ودي اشوف كلكم يعني متحمسين وتلعبون وتستانسون في اللعبه. الا انا الا انا انا خلوني على بيبي خلوني، لا بارك الله فيه خلوني عليه. فنشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب، ونراكم باذن الرحمن على خير وسعاده. باذن الله التقانا الجاي راح يكون يوم الثلاثاء الساعة 8 بتوقيت الرياض للبث الحي، ومباريات وتكسير الوجه. طبعا انا اتكسر وجهي طبعا. وتصبحون على خير، مع السلامة.